لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. انتماد اللعبة إلى الأمام، الرأسية قوية لكنها عالية إلى خارج أرضية الملعب. محاولة أولى للأخضر العراقي، تقدم اللاعب الكبير 31 سنة، 117 مباراة لعلى عبد الزهرة، اللاعب الذي سجل هدف في مرمى منتخب الإمارات، هدفين مقابل لا شيء. غادرت الإمارات بالسلامة، غادر الأزرق الكويتي بالسلامة، غادر اليمن بالسلامة، وغادر هي ما يبي له باص ولا يبي له شيء. اعتقد التسديده ربما تاتي الان، اللعبه تلحق الجول، جول ميمي في ملعبه، ميمي في ملعبه سجل الجول الاول، لعبها علي فايز، صدت من السيد ابراهيم، المتابعه حاضره، ومهند علي الذي صام في كل المباريات الثلاث السابقة الآن يتمكن من الوصول إلى مرمى المنتخب البحريني. من بدري سجل المنتخب العراقي، لاحظ يوم اللعبة، ولاحظ المتابعة الحاضرة، هني صدها حارس المرمى، وهني المتابعة الحاضرة فلتت من يد حارس المرمى، وبالتالي أتت المتابعة مباشرة من اللاعب المتابع على عبد الزهرة، على عبد الزهرة قائد المنتخب العراقي، وبالتالي الفرحة كبيرة ما بين على استفاد منها وسجل الهدف الأول. وصلت الكرة، المرور الممتاز، علي عدنان يتقدم يحولها ولكنها تصطد، المتابعة حاضرة، ومرة أخرى كرة مشتركة، محلي المباراة الجمهور البحريني، محليها الجمهور العراقي، محليها علي عدنان، خسر مع السعودية ولكن قالوا كلمة كبيرة في الدور الأول أمام الكويت. العراق مرة أخرى التسديدة الأولى لها الآن الضربة الركنية الثانية، إذا لعبت إلى الأمام تكون خطيرة، بالفعل اللعبة جول، جول الهزاع، الهزاع يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب البحريني. هي اللعبة صح، هي اللعبة صح، مثاليا لعبة صح، ياكم البحرين، نعم ياكم البحرين وياكم الهزاع، والهزاع شوف شوف هي مثالية. يوم ما اللعبة بهذا الشكل، اللاعب البحريني كان فاضي، ويوم ما أرسل الكرة إلى عبد الله الهزاع، الهزاع يتمركز، لعب طويل القامة، حط الكرة، حط الكرة، حلوة 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 اللقطة، حلوة اللقطة، والبحرين تتعادل الآن مع العراق بفضل العراقي، ولكن الآن في خليجي 24، والكرة الخطيرة انحطت، الله بايش على كيف، كيف بايش على كيف، كيف بايش، يتقدم، وخطأ فادح من حارس المرمى السيد إبراهيم، خرج من مرماه وأعطى الفرصة إلى إبراهيم بايش، وبايش يزور مرمى المنتخب البحريني. شوف 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 شوف، ولاحظ وتابع معاي، هي ما لعبت، وأعتقد خطأ فادح من حارس المرمى، شوف حارس المرمى وين، المرمى فاضي، بالفعل على كيف، كيف بايش، على كيف، كيف بايش، يتقدم إبراهيم بايش ويسجل الهدف الثاني، لعبها صح، كل شيء صح، النقلة صح، واللعبة صح، وتحولت في الشباك البحرينية صح، لكن الخطأ وين؟ الخطأ من هذا الحارس اللي يتقدم الآن السيد إبراهيم، وبالتالي تقدمه كلف المنتخب البحريني الهدف الثاني. صارت العادلة هني على هذا الملعب، والبحرينيين يعرفون هذا الملعب لأن لعبوا فيه سابقا في الدور الأول دوري المجموعة. العراقيين وإن كانت البطولة، يعني شوف البطولة بشكل عام فيها حالة طرد واحدة أعتقد كافية، مصطفى محمد، هنا سقوط ميمي على أرضية الملعب، حكم المباراة هو يتابع، لعل وعسى يمكن مني ولا منك تأتي صافرة، ولكن حكم المباراة يتابع مواصلة اللعب، وبالتالي الدقائق القادمة الضربة الحرة المباشرة، الهزاع لعب طويل القامة، الكرة لعبت، اصطدت ووصلت، يرسلها صح، اللعبة إلى تياغو أوغوستو، يتقدم أوغوستو، يمرر،
الكرة سهلة، ما في متابعة من أي لاعب بحريني ظهر في هذه اللقطة. لاعب ممتاز، إمكانيات عالية تمتع فيها تياغو أوغوستو، لكن كورة فوز عراقي، ولكن المباراة لم تنتهي لغاية الآن. لاحظ الكرة السابقة التسديدة كانت عالية، محاولة قائد المنتخب البحريني محمد الحيام لعب الكرة عالية إلى خارج أرضية الملعب، ندم عليها. بإحراز الهدف الثاني تقدم اللاعب محمد جاسم برهون، نقلة حلوة وجميلة لمصلحة، صارت أخطر، سقط، لا 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 لا، ما في شيء، ما في شيء على الإطلاق، وصلت إلى ضربة مرمى، شوفها أمامك، واضحة وصريحة. ويعني بعض اللاعبين إذا شعر أنه بيفقد الكرة لعل وعسى مثلا يأتي حكم المباراة يحتسب شيء، لكن قائم المنتخب البحريني محمد الحيام الكرة الضميمي، وقد تلقى بطاقة صفراء اتبع على عبد الزهرة، محاولة، الله الله الله، الله مرهون يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب البحريني. كان للمنتخب البحريني ما أراد، ضغط في الدقائق الأخيرة للشوط الأول وسجل. شوف 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 شوف، ولاحظ معاه، يا سلام، استقبال جميل وترويض الكرة أجمل الحقيقة. شوف شوف شوف، ولاحظ معاي الكنترول الرائع من محمد جاي، يا سلام يا سلام، كنترول رائع من محمد جاسم مرهون، ينفرد بمرمى جلال حسن وبالتالي يزور الشباك العراقية ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب البحريني. صارت 2-2، صارت 2-2. وقوة وجمال المباراة وأهداف المباراة في الشوط الأول، الأهداف الأربعة باقية في الشوط الأول، محاولة المنتخب العراقي، كرة تحولت، ولكن يتقدم ميمي على أساس أنه هو يحاول يستلم الكرة، طالت على ميمي وبالتالي إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب العراقي. دائما وأبدا، شوف 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 شوف، لاحظ معي الكنترول، لاحظ هنا ما بين كنترول ميمي وما بين كنترول اللاعب محمد جاسم مرهون اللي سجل الهدف الثاني. اللقطة أمامك الآن، علي عدنان يتقدم يلعب الكرة، كثرة لاعبي المنتخب البحريني أدت إلى أن أقرب لاعب من المنتخب البحريني قائد الفريق الحيام يحول، يمرر ويسلم الكرة، والتسليم أيضا إلى الأمام، والتقدم واستلام الكرة من لاعب المنتخب العراقي الآن إلى حارس المرمى السيد إبراهيم. ما في خطورة، ما في خطورة كما شاهدنا في الشوط الأول. إنك تنج مدرب المنتخب العراقي جاسم مرور، المنتخب البحريني اللعبة نفس اللاعب الممتاز الحقيقة، لاعب المنتخب البحريني يقود هذه المحاولة، محمد جاسم مرهون يتقدم، يمر، كانت كرة خطيرة بالفعل، لاحظ المرور الناجح لعبها، ولكن في نفس الزاوية اللي يقف فيها حارس المرمى، ضاعت على البحرين فرصة خطيرة. كرويا الحاضر الذي خسر حتى المباراة النهائية في كأس الأمم الآسيوية من قطر، وقطر التي تستعد أن تفوز على السعودية وتفوز بكأس الخليج. شوف، في الفرق الخليجية التي حصلت على لقب كأس الأمم الآسيوية تاريخ ليس جيدا الحقيقة في الدور نصف النهائي. كرة المنتخب العراقي انحطت لكنها عند حارس المرمى. شوف الآن محاولة بحرينية، كاد لاعب المنتخب البحريني تحولت على حلوة 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 النهائية، انطلاقة تأتي من اللاعب علي عدنان، الباص السريع، شو يسوي ميمي بنفسه، شو يسوي ميمي بنفسه، ميمي بنفسه يتقدم ميمي، ومرة أخرى أمام المرمى، الحطة ضاعت على العراق، ضاعت على العراق الأولى وضاعت على العراق الثانية، وبالتالي شريف عبد الكاظم، شوف 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 شوف، القوة حاضرة عند ميمي، القوة حاضرة، التصرف وين؟ سرعة البديهة والتصرف، حاول هو محاط باثنين المدافعي المنتخب البحريني، هني تهيئات وهني يتقدم، يخوض محاولة المنتخب البحريني، صارت أخطر، الكرة الأخطر الآن انحطت عالية،
تضيع تضيع على المالود، واحد في الأخير على المالود، والمنتخب البحريني لاحظ لاحظ مرة أخرى يوم تهيأت إلى المالود لعبها، ولكن صدت تحولت إلى ضربة ركنية. شكي البحرين جول، يسجل محمد يوسف الركلة الترجيحية الأولى، والآن أخي علي فايز على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى. الله قوية، لا تصد ولا تقدم، وجلال حسن في المرمى، أحمد مبارك جول، يسدد أحمد مبارك وينجي برغام، راح يتقدم على عمون برغام، يتقدم يسدد قوية. التعادل مستمر، التعارك للترجيحية الثالثة للبحرين، تأخر اللاعب البحريني ولكن لعبها في المقص، خلاص الركلة الترجيحية الثالثة جلال، واللعبة وصارت النتيجة 3-3. الرابعة أوغوستو يتقدم يسجل، يسجل أوغوستو وسعيد ولا يضيعها، يتقدم لاعب المنتخب العراقي. أوه شوف شوف، والله المنتخب البحريني يتقدم وتصعد البحرين، صعدت البحرين وسجل لاعب منتخب البحرين الركلة الترجيحية الأخيرة، وصعدت البحرين. علي جعفر مدن، علي جعفر مدن يصعد بالبحرين بالركلات الترجيح إلى المباراة النهائية، ضاعت قبل